والله من زمان من زمان ماني حاسس حالي بمثل الحيرة. ماذا تعرفون عن الخوف؟ لما كان جدك يمشي بالحارة كانت الناس كلها تفرح وكأنه إجاها الفرج. شو بقي منه هذا الحكي؟ الوالد شو ترك وراه غير هاي الصورة لما نطلع فيه نترحم عليه؟ لا تفتحي خلقتك بكل هي الديرة ما بدي اشوفها، فهمتي؟ وين بدي؟ ما دخلني! أنا عشت وراسي مرفوع بنتي كبيرة بين الناس، إياك تنكرمتي. عندما تشيخ الذئاب في رمضان على قناة أبوظبي.